سلام، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، جاي لكم فيديو جديد، وهذا المره ماشي تحدي جديد، تجربه جديده. لا فيديو ديال اليوم غادي نجربوا معكم. شنو نجربوا عبد الله؟ اول حاجه نجيبوا هذا الصندوق لهنا وغادي نشوفوا شنو في وسط الصندوق. كاين في هذا الصندوق ولا لا؟ ما شفتش، باقي ما شافش. كتكد صراحه كاملين بينا شفنا شنو كاين في الصندوق. فتحنا اصلا باينة، ولكن طبعا ما ذقنا والو، ما فتحنا والو. واش نشربوها؟ المهم نبداو بهذه. نبداو انا في نظري ما نبداوش بهذه، نبداو بشي حاجه اخرى. نبداو بهذه. عبد الله متشوق يذوق هذه. عبد الله هذه ماشي الزيت، هذه ماشي الزيت. ويلي عندك تكون صدقت، عندك صدق الزيت. لا عبد الله ماشي الزيت، الله يهديك. دابا غنفتحو من اللي هذا بيبيرو ديناها باش تحيد. دابا غندوق. عبد الله اختار شي حاجه من هنا، كل مره غيختار واحد. شنو اخترتي؟ انا طيحتيهم في الارض. كان عبد الله اختار ماكاو، وهادو صراحه تشوقت باش ناكل ندوقهم، زعما باش نشوفو شحال هما. حنا عارفين بلي ماكاو كاينين بجميع البلايص، ولكن خصنا نشوفو اللوغو ديال هاد. لا ماشي مختلفين، ولكن خصنا نشوفو غير واش عاملينهم بنفس الطريقه ديالنا ولا ديك الماضه. صراحه انا ما كيعجبونيش، ولكن غادي نشوفو هادو واش غيعجبونا. اول حاجه غنبداو كي غنفتحو هاد. اوكي برافو برافو. وين داك العيدوق؟ صح انا هادي. عبد الله ما خلانيش ندوق الخضرة، وقيلة باينة غتكون ديال البيستاج، وقيلة تحت مني. دابا ندوق واحد. دوقتينا هادي؟ صراحة لذاذة. واش حطيهم من 10؟ 7/10. 8.5/10. بغازي. هذا الاختيار العثمان كينغ. يلا عبد الله. اي تقى ذلك. انا بالي قدر. المهم غنجربو صافي. عبد الله كيحماق على كوكا دابا كيشوف هاد الغاز. انا بانت لي بحال بومس. دوقينا. يلا بالنسبه للريحه انا ما كنشوفش الريحه صافي، بس كنشوف واحد ريحه الحلوى في شكل. يلا دابا كنا نعرسو كيسين. تحية الكوريين، كنبغيوكم. كنا هادشي ديالكم ما سلكش. الله يا خوتي شنو تعمل؟ عبد الله شربة كاملة صراحة. بزيد تحية الكوريين. صراحة كنبغيو كوريا وكنبغيو مرات لقيناهم في البحر. هادشي أول حاجة، هادشي تأكدنا منه بلي حلال. عبد الله ما عرفش. بما انه عبد الله قبيلتي هو اللي اختار، دابا شكون غيختار؟ فيروز. فيروز طبعا. انا غنختار شي حاجه اللي صراحه انا غنختار هادي. شحال وانا كنقول علاش؟ علاش عبد الله؟ خليت الاخر. شو لا بالعكس، انا غنخليو الحلاوه في الاخر. والله الا اكثر حاجه خوفانه منها، واصلا شافوها في الدار كيقولوا لي واش متاكدين منها حلال ولا حرام. على ما شفت في هادي، هادي اللحم، ولكن اللحم بقى بلا نبيره بلا والو. يا بدست وصافي. وريها لكم هيدا. صراحه الريحه ديالها والله حتى شي حاجه ما عرفتش. شاش ليا مش راه تصاري غادي متاكد. اوكي بعدا نهزو. صافي انا عندي باش كيشب راسي. صافي عندنا العود. هادو بحالك بحالك بحال ديك الكيكه اللي كيعملوا لكم فيها الشوكولاته بزاف كتضخمه فيها لا شوكولاته لا والو، واحد نقطه شوكولاته. صفق عليا عبد الله. عبد الله انا هذا خافي. شو غندوقو شويه باش السلامه ديال حياتنا كتهم. هاد المعيض يا ربي تسمح لي منه. انا عرفتو كيفاش، بحال اللحم ديال الدجاج. اللحم ديال الجداد وكتعملوه يتقلى ويتشوى، كتعملوه الحار بزاف.
صراحة جاتني حارة 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 بزاف، وعبد الله كان غيموت لينا. يا ربي تكون بعدا غير حلال ويكون ديك هو معروفين متسوبي بزاف والحار، وحنا عارفين هادشي هذا. دابا غندوزو عبد الله هو اللي غيختار شنو غادي ناكلو دابا. يا ربي عبد الله يختار شي حاجة بشي حال لينا هادشي. حسن حاجة اختار عبد الله، عرفتي هادي شحال وانا خصني نذوقها، لدرجة اني فكرت نعملكم فيديو ونعمل موتشي في المنزل. شفت بزاف ديال المطاعم كيبارطاجيو هاد اللعيبة هادي ومعروفة عندهم تما. نقول لكم هذا، هذا واحد النوع ديال الحلوى ديالو. هاد الغدره هادي على ملاش مني. المهم حنا نجمعوا كلشي ونقول لكم تشينوس. ما جناهم كيشاش فيك هادشي الجناطه. واش اكتشف غير هاد الجمله الكوريه؟ كوريه زعما. المهم هذا اسمه موتشي، ما عرفتش وقيلا تقدر تكون هذه هي موتشي ياك. المهم دابا غادي نذوقوها معكم. هذه على ما حسب ما شفت هي لاكلاص، ماشي لاكلاص، هي بحال الطحين وفص منه كلاص، وكاينين بالانواع. ولا ما شفت على هذه باينه فيها ديال الفريسه. المهم حنا نقراوها هنايا كفريسه. اه واو كتجي صراحه كيوت هذه بزاف. شوفوا شحال واعره بزاف. هادو صراحه كتعطيك ديك كتجذبك باش تاكلها. المهم كاينين فيها، غادي نحطوها دابا وغادي نكتشفوا المذاق ديالها. صراحه لما شفت كتعجبوا بزاف الناس وكيذوقوها، وكاينين مطاعم بزاف كيعملوا بحال هذه، ولكن فراسكم هي مصنوعه بالطحين. يعني هاد اللعيبه اللي كتشوفوها دابا نتوما فوق والله الا كنخلي نلعب بها بيدي. بالطحين وتقف هذاك الشيء اللي فصت منا، ما فصت منا والو دراري. فصت منا لا فصت منا فصت منا شي حاجه. يلا غندوقوا انا وياك عبد الله. مستعد؟ دمرت مسكين. واحد جوج ثلاثه بسم الله. ماذا الطحينه صح؟ اش من مذاق هذا؟ يا ربي تفكر مذاق. انا نتفكر. يلا قول لي واش كانت كتعدي لماما ما كاين ديك العجينه ما كاين الحلوه. كنا كنصدقوا لها العجينه هذا هو المذاق ديالها قصه ماما بيها. والو قولي لي شنو كتاكلوا هنا؟ اشنو هاد الشيء هذا؟ صراحه زعما الصناكات ديالنا حنا والله تا واعرين بزاف لذيذه. كانت عندنا واحد الدرجه كبيره في واحد الوقت. واحد الوقت كانوا بزاف ديال الناس كيصنعوا موتشي، كنشوف دي يوتيوبر كيعملوا زعما موتشي في الدار، ولكن انا غير فوا شفت بلي كتصنع في الدار وكيبقاو يعملوا ديك العجينه هايده وهادي، عرفت بلي عجينه ما صراحه ما عجبتنيش حاجه صراحه ما عجباتش. هادي عن قيمه انا 3 على 10. تاع قيمه 9 على 10. اوكي عبد الله كيتهلا فيكم. ندوزو شكون غيختار؟ انا عبد الله. انا اللي غنختار فريسه. شنو هي بنات فريسه؟ هذا بوكي. كنعرف انا شويه ديال بوكي. هي مكتوبه هنايا مكتوبه اه، ولكن انا كنعرفها شحال هذه. كنعرف بوكي، كنعرف موتشي، كنعرف اندومي. المهم كنعرف هذه صراحه. انا كيعجبني كوريا بزاف، كتعجبني كوريا، كيعجبني المسلسلات ديالهم. اصلا فيما كنتفرجش كنتشاهى بزاف بالماكله ديالهم، حيت هما كياكلوا بزاف تبارك الله، وما بيناش فيهم زعما. كنتفرج اللعيبه هذه صراحه اكثر حاجه تكون بحال هيدا. بلاتكم بحال هيدا العود. اه بلاتي هاد اللعيبه هادي فيهم كوريا كامل. تناسكم بالعود شتي صراحه مزيان بزاف. الباكي ديالها واعره بزاف صراحه. درجه كيوت بزاف، مزيان بزاف مزيان. باش الباكي ديالها كيفاش واعره. شوف انا شنو الباكي كيسالا الباكي شير هابينس نشرة السعادة. صارف صارف تن دابا عجبتك الريحه ديالها صراحه ماشي مزيونه. لا مزيونه شويه. المهم دابا هادي عواد عبد الله هاك. والله الا نقولكم فكرتني بديك شحال مزيونه والله تاوعر عبد الله. يلا واحد جوج ثلاثه. صراحه حلوه بزاف. وبحال مذاق ديالها فين كيجيك المذاق ديالها؟ تيني مجنن ما مغلفاش. حاليا هادي غنعطيها 8. حاليا غادي نعطيها 5. دابا عبد الله ولا يختار؟ انا هاد اللعيبه هادي بحال كاين اتاي. هاد اللعيبه هادي خصها تشرب مع اتاي، فهمتوا؟ وعبد الله شنو العشق ديالك الابدي سينا؟ اتاي. انا دابا هاد اللعيبه هادي على ما لاحظنا هنايا وانتوما غتشوفوا غادي تلقاو بلي هادي كيشربوها مع اتاي. دونك حاليا تفوز هو هادي مدي. عرفتي كنظن الغلط الوحيد اللي عملنا في هادشي هذا هو ما جبناش المقص، حيت بصح ولا كنتعذبوا هنايا. المهم
كريحه مزيونه فكرتني عاوتاني بشي ريحه ديال شي حلوه كنا كنعملوها. لا التركي الشكل ديال اي ريحه التركي اللي كنا كنشريوها الدرع. لا دي واحد المهم هي. ودابا انا عبد الله كيستنى حتى يجيبوا له السكر هذه، ولكن انا كنشربوا بلا سكر. دابا يلا واحد جوج ثلاثه. جديدة كنظن كوكلينا بوحدة ما كانتش تجينا مزيان. عبد الله نعاود لكم بعضا ثانية. انا كلوها دابا بوحدة بلا ما تشرب عليها اتاي نشوفوا الفرق. ضروري خصائصي انا غنعطيها تسعود، وهذه كنظن هي النقطة اللي عطينا اكثر زعما من اي وحدة ياك. لا بلادي هذه بوحدة ستونز فرق مع اتاي، مع اتاي المهم ما كتبوش ملي رسموا لنا ديك اللعيبه ديال اتاي وقالوا لنا عافاكم شربوها مع اتاي ما تنساو شي اتاي. صافي عبد الله دابا انا اللي غادي نختار اوريو. اوريو ديالو هو اوريو نفس اوريو شنو هما كي زعما كيتسميو فيها جوج ديال اللعيبات. حنا غنختار حاليا هي كيوت صافي. هما اصلا ديجا عاملين لنا هنايا تيراميسو، وهاد هاد اوريو عاملينه تيراميسو عليها كنشمو الريحه. المهم انا الصراحه كنت سائل فينا هي ديك الكريمه حلاش عبد الله دائما علاش كتعقلوا في التحدي. كيفاش جاتك؟ ما عجبتك شي؟ ما عرفتش كي حبي على الدهن. الحاجه الوحيده اللي كتشبه الاوريو هي واحد المذاق ديال الاوريو. كيف اوريو ديك المذاق ديال فاش اوريو عرفتي. المهم اكثر حاجه كنت متشوقه لها خيبت ظني اوريو والله. مش انا كنت متشوقه لها بزاف اخاب خيبه ظني غادي نعطيها سته شينا سبعه تعاملتي معها. تخيلوا معايا هاد اللعيبه هادي حليب وعاملينها في كانيط وكيبيعوها ك ريحه الحليب كاينه. في بلاتي بعدا نكب القهوة أنا من البرتقال اللون. واش عندك عمل ألوان؟ هنشمو بعدا حميتي قبيلة ريحة فريسة فريسة. بسم الله جديد شوية. شنو هادشي هذا؟ تاع شي حاجة ما عجبتنا بلاتي. خلطنا ديك المشروب قبيلاتي شربنا اتاي دابا شربنا هاد اللعيبه هادي. واش عملنا؟ ديك الزيت اتاي الزيت وعبد الله مصيب اللي هو الزيت. كيما قلت لكم هادشي كنصورو مع جوج ديال الليل، وانا صراحه هادشي هذا دوخني. ما كنتش كنتوقع باللي غادي نشوف هادشي هذا وغادي نذوق هاد المذاقات هادو. انا كنت عارف هادشي مع كلشي ديال حيت واحد المره كنعي فاش كتفاد ديك صاحبتي زاد عادتي الحاج فاش جابنا ديك شي السعوديين شي عادتي ديك كفاس من هادشي. وإذا كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديو قولوا لنا باش نكثروا منه. السلام عليكم نشوفكم فيديو جديد. بصراحة ما عرفتش هاد المرة واش تحدي ولا تجربة. السلام عليكم.